وشوشة. لكن المشاكل بالوطن العربي منا لا مشاكل طائفية ولا إرهابية ولا تطرف ولا شيء، كلها مصاري فلوس، كلها مصالح وفلوس وغاز ونفط ومصالح دول. للأسف نحن الشعوب عاطفيين ومننجر ومنصدق اللي بنشوفه بالميديا والإعلام. مرق علينا كتير وتخطيناها، ومرق علينا ناس احتلوا بلادنا مئات السنين وفلوا وبقينا بأرضنا وبقينا موجودين. برأيي هيدي غيمة عابرة وبتعدي. حرب اقتصادية عالمية ثالثة، بس حرب اقتصادية لا بالمدفع ولا بالبارودة. هاي بيتي قيد الإنشاء، بده سنة إن شاء الله بيكون خالص، بقاليش تقريبا سنة ونص بشتغل عليه. مساحة البيت كبيرة، نص البيت مطبخ والنص التاني كل شيء. من هونيك ورايح. فأنت تخيلي شو معقولة. هلا بيسألوني بيقولوا لي جو المطبخ اللي أنت عم بتعمره عامل فيه غرف نوم وكذا؟ لا فعلا عامل بيت بكل طابق في تقريبا تلت المساحة مطبخ، وعامل مطبخ صناعي عشان أنا عندي هواية الطبخ. وبرجع بقلك إنه عن جد فعلا بقولها من أنا وصغير لليوم، إنه أكيد لو ما كنت فنان عم غني أكيد كنت طلعت طباخ أنا بالحياة. أنا متجوز، عندي بنتين، بقالي حوالي 15 سنة متجوز. بنتي الكبيرة عمرها تقريبا 13 سنة، الصغيرة 8 سنين. علاقتي فيهم مش علاقة أب سلطوي مع أولاده، أنا علاقة أب صديق للأولاد، عرفتي؟ يعني قريب منهم لدرجة أنه بحب مع الوقت نترافق سوا، نروح سوا، نتغدى سوا، نتعشى سوا، نسهر سوا. بحب أعرف عن حياتهم الخاصة وسايب لهم مساحة يكونوا كتير مرتاحين بالتعامل معي، يعني أنه ما بخليهم يتعاملوا معي كأب وخيفينين من أبوهم، لا، يتعاملوا مع أب صديق بذات الوقت لقلهم. أعطيهم وقت الكفاية معلما أنه أنا وقتي كتير صعب وحياتي يعني عكس عن الناس كلها، إنما أعطيهم وقت وأعطيهم النوعية بالوقت، مش وقت عادي. يعني لنفترض في قاعد أنا ولادي 10 ساعات بالنهار بس كأنه مش موجود، وفي 3 ساعات بالنهار بس تكون quality time، تكون نوعية بالوقت اللي أنت عم تعطيهم. أنا النوعية مأمن لهم إياها. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.